حول الموضوع نفسه ينضم إلينا من الموصل النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري. مساء الخير، أهلا بك معنا سعادة النائب. إذا سحابة صيف كما قال بعض المتفاعلين على تويتر فيما يتعلق بأزمة كركوك، سعادة النائب. نعم، العفو، ما سمعت السؤال. ما الذي حدث اليوم؟ انتهت الأزمة، انتهى الموضوع؟ شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. طبعا اللي حصل في كركوك هو أعتقد هذا الشيء الطبيعي، ما كان غير طبيعي هو ما كان يحصل في كركوك سابقا، عندما الدولة العراقية بعيدة عن كركوك وتسيطر على كركوك جهات حزبية وجهات ليست تابعة للدولة وتحكم بهذه الطريقة، طريقة حزبية، طريقة عنصرية. اليوم هذا الواقع هو الواقع الحقيقي، أن تحكم كركوك من الحكومة الاتحادية بالقوات الاتحادية بسيطرة الدولة من الدستور والقانون. طيب، يمكن القول بأنه كركوك كاملة استعادتها القوات العراقية سعادة النائب، أم لا زال هناك بعض الجهد؟ هل سنشهد أيضا بعض الاشتباكات؟ يعني أنا أعتقد في كركوك حسبت المسألة كاملا للقوات الاتحادية وتحديدا الإخوان في الاتحاد، عملوا عمل عقلاني بهذا الموضوع، وأنا أعتقد أنه سوف يكون تفاهم بالمستقبل بين مكونات كركوك على أساس برعاية الحكومة العراقية وعلى أساس المساواة والعدالة. قبل كانت جهة واحدة هي اللي تحكم وهي اللي مسيطرة، وأيضا جهة ثانية كانت تحكم النفط ومسيطرة عليه. طيب، بعد ما استعادت القوات العراقية ما أرادته، يعني منذ خسيرته أيام داعش ب 2014 إلى أين تتجه الأمور اليوم؟ هل نتحدث عن حوار؟ يعني حتى كما رأى الكثير من المحللين بأنه التوقيت بطبيعة الحال لم يكن مناسبا أبدا لهذا الاستفتاء، وعلى الأكراد أن يسعوا إلى نظام ديمقراطي إن كان في الإقليم أو في العراق. هذا هو المستقبل الذي نتحدث عنه اليوم سعادة النائب، الذي ستعملون عليه؟ يعني المستقبل العراقي يمتاز بالدستور والقانون. من كان مخالف لعملية الدستور والقانون ودائما ما يثير المشاكل وعزل كردستان، يعني المحافظات الشمالية وتحديدا كركوك، هو السيد البرزاني، كان له يعني دائما ضد القانون وضد الدستور إلا فيما يأتي لمصلحته، وبالتالي هو مسيطر على هذه المناطق ويرجع في بغداد يأخذ المناصب ويأخذ الإمكانيات. هو معتبر بغداد بنك يستلم منه الوقود فقط. أنا أشكرك جزيلا على وجودك معنا من الموصل سعادة النائب في البرلمان العراقي عن محافظة نينوى وعبد الرحيم الشمري.